المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة اللي مؤهلة باش تحصل على خط الائتمان المرن اللي كيقدمو صندوق النقد الدولي. هادشي اللي جا على لسان مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا على هامش انطلاق اجتماعات صندوق النقد في مراكش. هاد الخط كيهدف لتوفير الدعم المالي للبلدان اللي كتمتع بأساسيات اقتصادية قوية للغاية. مديرة الصندوق أشادت بالاقتصاد المغربي والإصلاحات اللي دارت خلال السنوات الماضية اللي نتائجها كانت ملحوظة، من بينها اقتصاد قوي وصادرات قوية وسياحة مزدهرة وشباب مثقف والدخل الفردي للضاعف في العقدين اللي فاتوا. رئيس الحكومة المغربية عزيز أفنوش شارب دوره باللي المملكة المغربية الإصلاحات اللي قامت بها ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام للاقتصاد ومكناته من تعزيز مرونته والحفاظ على توازناته. والمغرب اليوم عند مفترق الطرق لأن هذه اللحظة المفصلية كتخلق فترة مواتية للتدبر في توجهاتها، داكشي علاش حنا مدعوون استثمارها بالشكل الأمثل.